بسم الله الرحمن الرحيم وبنستعين مع بعض في يونت 1 من كورس لينكس بلس Introduction and Installation for Linux. في مجموعة كتب محتاجين ان احنا نعرفها. الكتاب ده فور فري على فكرة، وانا يعني ليه مهتم بيه؟ لان هو بيتكلم عن النسخة اللي احنا اكتر نسخة لينكس او اكتر ديسترو هنشتغل عليها، اللي هي الديبان او الديبيان. الاقرب كتاب للمنهج اللي انا شغال عليه هيبقى كتاب اكزو بريس. مش ده معناه انه لو ما لقيتهوش يعني ما ينفعش ان انتوا تستخدموا كتب تانية، لا، في الكتاب اللي تحت ده كويس برضو. هتفتح الكتاب تشوف فين الشابتر اللي بيتكلم عن انتدكشن والانستليشن اللي كان ياسر بيتكلم فيه، والله ده، طب فين الجزئيه اللي لما اجي اتكلم على المانجنج دايركتري والفايلز، فين الشابتر في الكتاب اللي انت شغال فيه اللي بيتكلم عن الجزئيه دي، افتحه واقراه، مش مشكله يعني. الكتاب ده برضو كويس جدا، بس ده فيفث اديشن على فكره، في النسخه السائل يعني الاصدار السادس نزل على فكره من الكتاب ده. الكتاب ده برضو رائع جدا وممكن تشتغلوا عليه. الكتاب ده صغير قوي، هو الكتاب ده على فكره يعني انا عندي الاوريجينال بتاعه حاجه كده عامله زي كف الايد. بيبقى حلو ان انت تخليه معاك في الشنطه، مليان الكوماندز اللي احنا بنشتغل عليها في الشائع اوامر اللينكس والكلام ده، بتبقى جميله جدا ان هو يبقى موجود، يعني حاجه زي البورتابل كوماند كده في عالم سيسكو مايكروسوفت. في كتب دي مش عارف في مواقع، انا ما اعرفش ان هي يعني ما اعرفش هل هي فور فري ان هي تتحط على موقع احد الجامعات ولا لا، بس انا شايفها هي برضو اوامر اوبنتو، اوامر سوزي. المجلات مهمه جدا ان احنا نهتم بمجلات لينكس نقراها. دول اهم 5 مجلات في العالم اللينكس. اللينكس فورمات مناسبه ليكوا قوي دلوقتي، يعني بالحقيقه مش دلوقتي قوي، يعني انا هفترض ان انتوا مثلا اول ما هتخلصوا الكورس او في نص الكورس تبداوا تهتموا ان انتوا تقروا مجلات. اللينكس فورمات جميله جدا، ليه؟ بتخاطب اليوزر الطبيعي، مش اليوزر القوي قوي او الديفولبر او الراجل اللي هو مهتم ان هو يكتب سكريبتات، يكتب، لا، هي بتتكلم ان جنرال، بس في حاجات صعبه وفي حاجات برضو جميله جدا، بالاضافه لجميع اخبار المنتجات بتاعت اللينكس من توزيعات او مشابه هتلاقوها في اللينكس فورمات. العدد بتاعهم الاخراني حتى على فكره عامل حاجه جميله قوي، افضل نسخ لينكس في 2012، عامل منافسه كده والكلام ده. لينكس يوزر اند ديفلوبر جميل جدا برضو، مجله من المجلات الرائعه، ولكن انا يعني ممكن تلاقوا فيها مواضيع صعبه شويه في البدايه عليكم، مش زي لينكس فورمات. في مجلات تانية، لينكس جورنال ادفانسد قوي الحقيقه وفيها شغل ديفلوبر كتير، لينكس فور يو نفس القصه. لينكس ماجازين كويسه، يعني لينكس ماجازين احيانا بيبقى فيها حاجات حلوه واحيانا بيبقى، يعني كان اخر عدد فيه ازاي ليفنج وذ ويندوز، ازاي اخلي، كان فيها كم مقاله كده فيها كم توتوريال بتوري لك ازاي تقدر تجمع عالم لينكس مع عالم الويندوز، والحقيقه الجزئيه دي احنا هنتكلم فيها برضو يعني في الكورس بتاعنا. اوبنتو، اوبن اوفيس، فايرفوكس، الحقيقه هو لينكس ما هو الا اوبريتنج سيستم، فمش عايزين نتخض منه ونتعامل معاه ان هو حاجه، لا، زيه زي الويندوز، زي ما في ويندوز سيرفر، ويندوز كلاينت زي ويندوز 7، وفي برضو عندنا اللينكس شغال هو اوبريتنج سيستم، فمش عايزين نتعامل معاه ان هو حاجه كبيره قوي، ولكن هو حاجه ظريفه بس هي محتاجه جهد عشان نفهمها شويه. مش عايز اخش في تفاصيل كبيره في موضوع التاريخ والراجل لونس ترافولتوس ده في سنه 91 مش عارف كان طالب وهو اللي عمل لينكس والكلام ده، اعتقد على الانترنت تقدروا تشوفوا كل الكلام ده. لينكس بلاتفورم، اللينكس متوفر عندي كاوبريتنج سيستم فين؟ بيتوفر عندي نسخه منه ممكن اشغلها كسيرفر، في نسخ ممكن تشتغل كديسكتوب. في اللينكس موجود عندي في النون كمبيوتر ديفايسز، النون كمبيوتر ديفايسز زي الموبايلات، بعض الديفايسز في النتورك ديفايسز زي الانتروجن بريفنتيشن سيستم اي بي اس من سيسكو، الكول مانجر بتاع الفويس اوفر اي بي من سيسكو موجود، مش لازم ان هو يكون حتى يمكن يعني يمكن حتى نون كمبيوتر ديفايس، ما اقدرش اقول كول مانجر، كول مانجر في النهايه هو نازل على يعتبر سيرفر او بي سي، لا، هي ممكن نقول مثلا السيلفون، اي ديفايس ما اقدرش اعتبره بيرسونال كمبيوتر، هو يعتبر نون كمبيوتر. ابسط مثال عليها التليفونات المحموله، بتيجي معاها نظام التشغيل اللي بيندرج تحت لينكس.
أهم التوزيعات حقيقة، لو حابب أشوف أهم التوزيعات ممكن أروح على ديسترو ووتش، هشوف كل التوزيعات اللي عندي، هلاقي في توزيعات كتيرة جدا. كمان في عندي الأوبنتو، هشوف هلاقي في عندي أوبنتو، ريد هات، انتربرايز، فيدورا، سوزي، كل دول متاحين عندي فور فري. وانا بعمل داونلود هلاقي دايما في نسخه i386. i386 دي لنسخه الكمبيوتر عادي بتاعك لو كان 32 بت، او وهي الاوبريتنج سيستم نفسه هيبقى 32 بت. لو انت عندك هاردوير بي سي 64 بت فهيبقى جميل ان انت يبقى لينكس كاوبريتنج سيستم نزل 64 بت، فالنسخه بتاعته بيبقى اسمها اي ام دي 64. ما تتخضوش وتفتكروا ان يبقى لازم يبقى عندي بروسيسور اي ام دي، ولا لا عادي هتشتغل معاك اي ام دي وهتشتغل معاك انتل. يعني لو عندي انتل 64 بت بالكمبيوتر عادي هيشتغل عادي معايا النسخه ديت، هي معموله علشان الاثنين. فدي الفكره، يعني زي ما احنا كده عندنا الويندوز 2008 بيجي منه نسخه 32 بت ونسخه 64 بت، نفس القصه انا اللينكس ممكن تيجي نسخه اي 386 دي 32 بت، اي ام دي 64 دي 64 بت. فاب تو يو بقى انت هتعمل داونلود لايه. لو في الديسترو ووتش الموقع اللي كنت بكلمكم عليه هتشوفوا كم كبير من الاوبريتنج سيستمز من توزيعات اللينكس. الديبان اللي احنا هنشتغل عليه هو اندبندنت جلوبالي. الحقيقه جميل جدا، مفيد، بيشتغل لكل حاجه، يعني بيخاطب الكاتيجوري بتاعته هو الديسك توب، ممكن يشتغل كسيرفر، لايف ميديوم، يشتغل لايف سي دي، تبوت من السي دي ويشتغل ويندوز على طول. الحقيقه في انواع كتيره، بس الديبان بيعتبر مصدر لحاجات كتير. الـ يعني ايه؟ يعني اللي بيجي الشخص اللي بيعمل الاوبريتنج سيستم، ما لسه ما اتكلمتش على موضوع الاوبن سورس بس خلينا نتكلم عليه. فكره اللينكس ان اي اوبريتنج سيستم له كيرنل، له قلب، اوكي؟ والقلب ده مفتوح، انت تقدر تلعب فيه براحتك، تقدر تغير فيه، غير الكلوزد سورس اوبريتنج سيستم زي ويندوز. ويندوز قالت لك لا الكيرنل ده بتاعنا محدش يشوفه، محدش يعرف احنا كاتبينه ازاي. لا، هنا مفتوح. فاللي بيحصل ايه؟ اللي بيحصل بيجوا ناس اخدوا مثلا الديبان بتاعنا اللي هو دوت الايقونه بتاعته اهي واللي هنشتغل عليه كتير، قالوا لك ايه؟ قالوا لك اوكي احنا هناخده نشتق منه اوبريتنج سيستم جديد. عارفين مين عمل كده؟ لوبنتو. لوبنتو هو سبين، اوكي، هو سبين من شوفوا يعني لوبنتو هو سبين، هو مشتق من الديبان، اوكي. وبرضه بيخاطب مين؟ بيخاطب البيجنر والسيرفر والنت بوكس اللي هي اللابتوبس كله، هو ممكن يبقى موجود في اي حته. حتى الاوبنتو على فكره بعد كده عملوا منه عده، شوفوا عده نسخ بتخاطب عده يوزرز، في مثلا اللي عنده الهاردوير بتاعه ضعيف قوي فعاملين له نسخه مش فاكر والله الاكسبنتو ولا الكوبنتو حاجه زي كده. فدي الفكره. على فكره في اوبريتنج سيستم مشتق من الاوبنتو اللي هو اوريدي ايفنتو، مشتق من الديبان اللي احنا هندرسه، اسمه مينت. مينت ده عامل شغل رائع جدا، عامل شغل يعني هايل قوي، واليومين دول مكسر الدنيا. في عندنا اوبريتنج سيستم اللي هو الريد هات. الريد هات هو اساسا معمول ان هو ينزل للسيرفرات، يعني انا اخدم عليك بقى ويب سيرفر، دومين، نعمل دومين اكتف دايركتري، بس طبعا ما اسموش اكتف دايركتري في عالم لينكس، اسمه اوبن ال داب، اوكي، اوبن ال دي اي بي. فمنزل اوبن ال داب واعمل اكتف دايركتري، ما يعادل الاكتف دايركتري واعمل دومين. يعني الريد هات معمول عشان كده. الريد هات على فكره في يعني الريد هات بيتباع بفلوس، مش دايما الحاجه فور فري زي ما احنا واخدين بالنا في لينكس، في حاجات منه بتتباع في فلوس. بس هم قالوا حاجه، قالوا طب احنا عايزين نعمل نسخه للناس اللي هم شغالين على كلاينتس، يعني الناس اللي هم ايه، البيرسونال كمبيوتر اللي شغالين على ديسك توب، ويعني اند يوزر. فعملوا لهم الفيدورا. الفيدورا ده يعتبر هو نسخه الكلاينت الخاصه بالريد هات سيلفر. في نسخ كتيره زي ما احنا شايفين. ارك برضو، ارتش عامل شغل كويس، سولمنت عامل، اوبن سوزي شغال، انا مش بشوف ناس كتير الحقيقه في الفيلد شغالين عليه، رائع جدا برضو، من الحاجات اللي هنبقى نفتحها نبص فيها كده نجرب فيها يعني.
الفيدورا زي ما احنا شايفين ريد هات ديسك توب، الاوريجن بتاعته يو اس اي، جاي من يو اس اي، بيدعم كل الانواع 64 وكله. طبعا ديسك توب بيدعم حاجه اسمها الجينوم والكيدي، مش عايز اتكلم عليهم دلوقتي، احنا هنتكلم على الجرافيكال انفورمنت بتاعتنا والكلام ده مش دلوقتي يعني. بس مثلا عندي الاوبن سوزي اندبندنت، باك تراك خاص باك تراك بيستخدمه في الهاكينج، بيبقى فيه كل برامج الهاكينج نازله عليه اوريدي. دي ميزه على فكره اي نسخه توزيع لينكس، هي بتيجي معاها ابلكيشن كتيره جواها نازله، يعني مش زي الويندوز انترنت اكسبلورر وويندوز ميديا بلاير وخلاص. لا لا لا، ده انا بحط لك برامج اوفيس وبحط لك برامج كتيره باكج كده جايه جوه وهنتكلم على برضه الابلكيشن والباكجينج في شابتر ان شاء الله. باك تراك بيجي معاه برامج هاكينج كتير، هو ميرج ل اديتور سكيورتي لينكس مع حاجه اسمها هوكس او اللي هي ال دبليو اتش او، مش عارف انطقها، هوبكس هوبكس. المهم هي كان المصدر بتاعهم سويسرا على فكره. هو بيزد برضو على الديبان واللي بنته على فكره الباك تراك. طبعا الكلام ده كله انا جايبه من ديسترو واتش، فانتوا ممكن ال دبليو ديسترو واتش تشوفوا كل الكلام ده. سوفت وير لايسنج اتفقنا فيه، الاوبن سورس فيه، الكلوزد سورس في زي مجموعة لايسنس، يعني في سوفت وير لايسنس، اللايسنس اللي هنعملها للسوفت وير بتاعنا. ففي الجي بي ال شائعة جدا. الجي بي ال يعني معناها ايه؟ يعني معناها انت مسموح لك انك انت تستخدم السوفت وير دوت، تعمل نسخ منه تديها لاصحابك، توزع عادي جدا، تغير في البرامج اللي في يعني لو التوزيع اللي انا بعتها لك، دايما نسخة اللينكس بنسميها توزيع ديسترو، يعني عايز كنت تعودوا على النقطة ديت. التوزيعة اللينكس ديت اللي هي زي مثلا اسمها اوبنتو، انت ممكن تشيل برامج منها وتحط برامج اضافية وتعمل لك انت توزيعة خاصة، كل ده تقدر تعمله. ده بيوفره لي الجي بي ال. في الجي بي ال ال جي بي ال اللي هي الليزر بابليك لايسنس، دي بكل بساطه هو قال لك ايه؟ قال لك يعني انت ما ينفعش لما تيجي تعمل ما ينفعش لما تيجي تعمل حاجه اوبن، لما تيجي تعمل توزيع، لو انت مجموعه بروجرامر او الكلام ده هيعملوا توزيع او هيعملوا ابلكيشن وبيعملوا ابلكيشن عايزين يعملوه اوبن سورس، بس هيستخدموا اللايبراري في الـ في الـ في الـ في الـ في الابلكيشن ده عشان الابلكيشن ده يقدر يقوم بوظائفه، واللايبراري دي بتاعه شركه كلوز سورس من مايكروسوفت مثلا، لا ما ينفعش تخلط الاثنين مع بعض. في بعض الاشياء الاخرى اللي هي مودلز من اللايسنس اللي بتتعمل كل واحد بيعملها، يعني البي اتش بي لغه البرمجه اللي احنا عارفينها ليها لايسنس خاصه بيها، مثلا بتقول لك ان انت لازم تحط اللايسنس بتاعتي زي الجي بي ال كده، حط لايسنس جي بي ال ارفقها مع المنتج اللي انت هتعمله ولما تيجي توزعه للناس فور فري. اللي ما تستخدمش اللوجو البي اتش بي اللي هم لوجو كده، اللوجو بتاعهم ما تستخدموش، ممنوع. في حين تقدر تستخدم البي اتش بي كلغه برمجه عشان تعمل برامج انت، ما عنديش مشكله، كل واحد وله فكره. في عندنا البي اس دي، الاباتشي، الام اي تي، ممكن تقروهم وتشوفوهم. طبعا عندي النون لايسنج ترمينولوجي، اوكي. في عندي الفري وير، الشير وير، الترايل فيرجن، حاجه ببلاش يعني. في عندي البابليك دومين، هي عكس الكوبي رايت نهائيا، يعني هي حاجه على المشاع، اي حد يقدر يستخدمها، دي مش مال يعني حاجه ملهاش لايسنج، ما فيش لايسنس في الموضوع ده. عارفين عارفين هي ملهاش لايسنس. الباتي، لا الباتي يعتبر ام اي تي، بابليك دومين، مش عارف اجيب لكم مثال عليه. المهم لو حبينا نتكلم على الانستليشن، خلينا نتكلم على الانستليشن بتاع اللينكس، عايزين نتكلم عليه كده شويه عشان بعد كده نبدا ناخد لاب عملي ونشوف اللينكس بينزل ازاي. في عدة اشياء لازم اخد بالي منها وانا بعمل الانستليشن بتاعي. في البري انستليشن، يعني ما قبل الانستليشن، اختار الانستليشن تايب بتاعي، انزل الملفات الانستليشن بتاعتي، ولو حاجه ضروريه لازم ابرن بعض الملفات على ديسك، يعني على ديسك يعني بمعنى اخر دي بدايه. الانستليشن تايب، انا ممكن اعمل انستولينج لللينكس ازاي؟ ممكن بدي في دهية سي دي او دي في دي ميديا، ايزو فايل، ملفات ايزو،
ممكن بقى على الاغلب هعملها زي الفيرتشوال ماشين، هنستخدم ايزو فايل. لايف سي دي ممكن اي توزيعه من اللي بنتكلم عليهم دول ممكن تيجي لايف سي دي، يعني بتيجي على سي دي هي تبوت منها، مش محتاج تعمل اساسا انستليشن، يعني ما اقدرش حتى على طول تلاقيها نازله معاك والكلام. الباك تراك على فكره بيقدر يعمل القصه ديت، وممكن يجي كمان كلايف سي دي، ومن خلاله تقدر تعمل انستليشن على الهارد ديسك بحيث يبقى كلين انستول، يبقى عندك نسخه خاصه بيك. النت انستليشن اللي هي ان انا انزل فايل صغير وبعد كده هو يروح من الانترنت يجيب لي باقي الملفات من الانترنت. ممكن السورس بتاع اللينكس ممكن يكون موجود على سيرفر او على جهاز اخر، وثرو النتورك انا هعمل ده بنسميه ان اف اس. في النهاية لو انت عملت داونلود لأي اوبريتنج سيستم او اي ديسترو من الديسترو بتاعت اللينكس، انا هبقى محتاج ان انا اعمل لها بيرن. في عدة برامج على فكرة بتعمل بيرن بالنسبة للويندوز، في الانفرا ريكوردر، ايزو ريكوردر، النيرو، الايزي سي دي كريتور، بحيث بسهولة تقدر تعمل اللي انت عايزه، تبرن الامج دي او الايزو فايل بحيث تبقى موجود على دي في دي. فايل سيستم، احنا عارفين ان اي هارد ديسك لازم يتقسم لاوض، والاوض دي تبقى ليها كده قياسات وشكل معين، وعشان يتحط فيها البيانات الديتا بتاعتنا. والفايل سيستم دايما ممكن يدي ability للاوبريتنج سيستم ان هو يقدر يعمل حاجات، شفنا ده في الويندوز ان تي اف اس فات 32. في الريموفابل ميديا اللي هي زي السي دي هي السي دي او الريموفابل ميديا زي اليو اس بي فلاش ميموري او الكلام ده فات 32، في عندي الفي فات الفات. في اللينكس القصه مختلفه شويه، في عندي انواع كتيره من الفايل سيستم، في عندي الاكس 2 اكستنشن 2 او اكستندد فايل سيستم تول، حقيقه مش اكستنشن، اكستندد، اكستندد 2، اكستندد 3، اكستندد 4. كل واحد فيهم بيجي معاه امكانيات افضل واعلى. اعلى حاجه دلوقتي الاكستندد 4، باي ديفولت انت هتلاقي نفسك بتنزل 2 او 3 على حسب الديسترو اللي عندك. احنا هنشتغل على الديبان. الديبان في حاجه فيه الريليز سايكل بتاعته طويله شويه. انا ليه حابب ان احنا نستخدم ديبان على فكره، هنعمله انستوليشن لان هو الوحيد الستيبل، يعني معنى اخر ايه، هم بينزلوه ويعني من هنا لسنتين عبال ما ينزلوا ديبان 7 مثلا، الموجود دلوقتي 6. طب ليه هما بيعملوا كده؟ قال لك يعني ناخد وقتنا ننزل والكلام ده، مش زي الاوبنتو، مش زي الكلام ده، تلاقي او اوبن سوزي تلاقي الحاجه نازله امبارح بعد 3 شهور تلاقي ايه نسخه جديده نازله. فيمكن الريليس سايكل طويله شويه بس ده بيدي استابيليتي، يعني اي واحد اشتغل بيقول لك استابيليتي عاليه، استابيليتي كويسه جدا. فممكن واحنا بننزل دي بان نلاقي الديفولت فايل سيستم قديم اللي هو اكستنشن 2 او اكستنشن 3، مش مشكله. بس لو وممكن تكونفرت الاكستنشن 4 زي ما هنشوف، لسه هنتكلم على موضوع الهارد ديسكات والكلام ده. بس ان جنرال يعني لو انا بنزل وقال لي باي ديفولت انا هنزل على هستخدم فايل سيستم اكستندد 2، دايما بسميها اكستنشن مش عارف ليه اكستندد، اكستندد 2 او اكستندد 3 ما عنديش مشكله، ولو اكستندد 4 يبقى خير وبركه. في انواع اخرى بس مش شائعه الاستخدام زي الجي اف اس للاي بي ام، ام ريزر، اكس اف اس. انا مديكوا هنا يعني ايه في السلايد حاجه جميله كده مختصر لكل واحد فيهم. يبقى الفايل سيستم في الويندوز ان تي اف اس مثلا، في اللينكس هو اكستندد 2 3 4 اي واحد فيهم، الاحدث هو 4. بالمناسبه انت تقدر تدير الهارد ديسكات بتاعتك وتتعمل ديسك مانجمنت في عالم الويندوز. بتعمله ازاي؟ بتعمله ببرنامج الديسك مانجمنت السناب ان اللي موجود عندنا في الويندوز في الكنترول بانل، او ممكن تستخدم امر بقى لو انت راجل شغال ام سي اي تي والكلام ده، بتستخدم امر اسمه ديسك بارت، صح؟ في عالم اللينكس بدل ما يعني انا شوف، انا اديتكم مثالين، واحد جي او اي وواحد كوماند لاين في عالم الويندوز. في عالم اللينكس عندي بدل الديسك مانجمنت عندي برنامج اسمه جي بارتد. وعلى فكره بدل امر ديسك بارت اللي موجود في الويندوز انا عندي امر اسمه، اجيبه لكم هنا، انا كنت حاطه في اسمه بارتد. اوكي، اذا بارتد هو الكوماند لاين تول تو مانج اند موديفاي ديليت اني هارد ديسك بارتيشنز، والجي بارتد هو الجي او اي اللي ممكن استخدمه للموضوع ده. معايا كوماند لاين ومعايا جي او اي، اب تو يو. ودول بيجوا على فكره باي ديفولت مع الاوبريتنج سيستم.
مع الديستر، معظم الديستر يعني. طيب نرجع للبارتيشنز. الحقيقه البارتيشنز مش هتشوفوها بشكل بارتيشن، يعني ما عنديش حاجه اسمها سي دي اي، ما فيش درايف لاترز في اللينكس، وهنشوف ده ليتر لما نتكلم شويه على الفايل سيستم والكلام. بس ان جنرال احنا برضو استيل هنقول ايه بارتيشنز، بس هي جوه بقى اللينكس القصه بتبقى ايه مش واضحه قوي زي ما انتم متخيلينها كده، هبقى هشرحها لكم يعني في ساعتها. بس ان جنرال خلينا نقول ايه، انا عندي بارتيشنز. اللينكس بيقول لك انا ما انزلش غير لما يبقى فيه تو بارتيشنز على الاقل، يعني اتليست عشان انزل لينكس انا لازم يكون عندي تو بارتيشن، بارتيشن روت وبارتيشن سواب. بارتيشن روت ده اللي هينزل عليه الاوبريتنج سيستم والابلكيشن والديتا، ده طبعا لو في حاله حضرتك يعني عايز تحط كل دول في بارتيشن واحد انا ممكن اعمل كده عادي، احنا ممكن ننزل الويندوز على في السي والبروجرام فايلز في السي والكل حاجه في السي، وممكن لو عندك مساحات قسم اعمل بارتيشنز براحتك، نفس القصه في اللينكس. بس في بقى حاجه تانية في عالم الويندوز، انا عندي الفيرتشوال ميموري او البيجنج فايل، بيج فايل دوت سيس الملف دوت اللي هو فيرتشوال رام، اللي هو عباره عن ملف بيبقى موجود عندك في السي، بحيث لو الرام نفسها الحقيقيه الفيزيكال رام اتملت بناخد في كده يعني في في ام ام في فيرتشوال ميموري مانجر في الويندوز بيروح واخد ملفات من الرام حاططها في الملف دوت، وشايف بقى انت عايز تفتح برنامج ايه روح حاطط له ملفاته في الرام عشان الدنيا تبقى ايه ماشيه في الرام كويس يعني، ولا الرام هتتملى. هو ده السواب، حتى في الويندوز 98 كنا بنسميه السوابنج، سواب فايل، حتى في اللي هم غيروه بعد كده لما دخلنا في عالم الاكس بي والفيستا والبلينيوم والكلام ده. فلذلك هو ما هو الا البيج فايل دوت سيس في الويندوز، بس البيج فايل دوت سيس هو ملف بينزل في السي. هنا في اللينكس قالك لا ده هو يبقى بارتيشن لوحده، ما احنا عايزينه يبقى بارتيشن لوحده لمور برفورمانس ومور افضل، يعني حاجه افضل يعني. عموما لو عندك يعني هاي رام يبقى يفضل السواب فايل يبقى 2 جيجا، يعني ده الافضل يكون ده مساحتها يعني. بارتيشن اتكلمنا عليها، والانستليشن عادي جدا، بنبداه بنحط السداهية وبنبدا ننزل، وفي النهايه بيبقى عندي شاشه لوجن جميله جدا. خلينا نروح ننزل نسخه ديبان، ننزل نسخه لينكس اول نسخه هنشوفها ونتفرج عليها. واحنا على فكره لسه في يونت 1، يعني الفيديو اللي جاي ده هخلص بيونت 1. باي باي. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. الحقيقه احنا عايزين نعمل انستولينج لللينكس، انا عندي هنا نسخه اوريدي نازله، ده انا عامل لوجن بياسر، احط له الباسورد بتاعته بس، وادي تبان اهو. انا كنت قاعد شغال حتى بحضر لكم شويه حاجات اهو، كلوز تيرمينال وانتهت القصه اهو، جميل جدا وكمبيوتر وشغال. ليه مش عايز حد فيكم يبقى خايف خالص من اللينكس؟ الشكل ده عموما موجود في الريد هات على فكره، اللي انا مفرقه عليه دوت، وزي ما انتم شايفين كده. هتكلم على الكلام ده طبعا، دي الادمنستريشن عامله كده زي البريفرنسز، عامله زي الكنترول بانل كده عندنا في اللينكس. لوبنتو بيجي شويه مختلفه، الشاشه بتاعته ما بتجيش بالطول كده، البانل بتاعته بتيجي بالشمال. انا بنتكلم على كل الكلام ده حقيقه قبل ما ابدا اشغل لينكس، ابدا اعمل انستليشن للينكس. دايما بنهتم بالكوماند لاين في اللينكس، هتعرفوا ليه فيما بعد، يعني هتعرفوا ليه انا بيبقى مهم عندي ان انا اخش وافتح شاشه كده زي السيم دي، يعني مش عايز اقول لكم اسمها التيرمينال والكلام ده، هنتكلم كل على هنشرح كل الكلام ده، يعني اي تفصيله هنا هنشرحها بالتفصيل. اوكي انا عايز اللي انا شايفه ده دلوقتي يبقى موجود عندي، سي ان هو ما كانش موجود. فانتوا المفروض بتكونوا منزلين ويندوز فيم وير ورك ستيشن 8 او 9، في موجوده 9 دلوقتي، انا بعمل سسبند يعني بخليه سيف حاله الاوبريتنج سيستم زي ما انا هي دلوقتي، عشان اكيد هحتاج اشرح لكم حاجات على النسخه دي برضو. اوكي اول حاجه بتعملها بتروح على الفيو على الايديت، بس بعوز انك انت تتاكد من شو كويس العداد شغال.
سواء انا مش عارف ليه معلق معايا ولسه اوكي.